هي في مستشفى تاع قرنبيلي راهي خدمات مدنية ومتهرئة جدا. ديجا اخر مره سيد النائب المحترم محمد علي جاء نهار السبت وتل كيفاش عباد سلطاتون تاع عباد نتاع كيفاش سلطاتون تاع عباد البرا مرا محمله صغيره ولا هو يضرب فيها وتقص معناها وتمشي وما تحكيش على الاستعجالي في الليل معناها الاكتظاظ ومجريح ودموميه شرتلة اخر حاجه يخسر عليك يقول برا عدي مع طار نابل. خدمات لا ترتيب دون المأمول، خدمات مدنية، خدمات صحية جدا خاصة بعد وباء كورونا اللي نورمالمون عباد الكل تخدم على موضوع الصحة خاطر ما تدريش أنا نهار ينجم يهبط لك وباء ولا حاجة، بنية تحتية متهرئة، خدمات معناها حتى العمل أو المختصين اللي طار الطبي وشبه الطبي عباد اللي يتخرج جديد يبعث في السبيطار قرنبالي كاين مش يعمل تجارب على الفيران عرفت مواطنين يمشي يبعث لك فرمني جديد ظل التحليل وهو العرق مش تعمل لك تحليل تضرب لك ربع زرارك باش تطلع لك العرق اللي هو سيبالوجيك ومش معقول كمان قطع بور وقرنبالي قديمة في مستوى الصحة معروفة خدمات صحية رايدون مستشفى قرنبالي زيرو ما فيها شيء لا استعجالي لا فيهم دويات لا فيهم طبة لا جراحة لا فيها حتى شيء. هذيك مش سبيطار عندي أنا سنة وكالة هذيك لا فيها حتى واحد مسؤول فيها كل مترشح يقول لك أنا عندي نرجل السبيطار ونرجل البلاد وهو ما يرجلوا شيء ديارهم ما يرجلوهاش خارج يرجلوا السبيطار. يا خويا من المفروض سبيطار قرنباليا يكون أحسن سبيطار في ولاية نابل، الموقع متاعه قريب للطرود تصير حوادث يعلم بها كان ربي وين يمشوا هبطوهم لتونس العاصمة ما وصل لتونس العاصمة إلا هز ربي أمانته يكون باش يتنقض في قرنباليا مثلا قريب حكاية كيلومتر ولا 700 متر يدخل يمنع ممكن يمنع بحول الله. أما احنا مع الناس فيتر حتى باش تعمل فاصمة يعلم كان ربي ما فماش ساعات يقول لك ما فماش فاصمات